الآن عمل المحلول. إذن عندي هذا القارورة، هذا الوعاء. إذن عندي الأيرون سوربيتول سيتريت. إذن هنا وزنت تقريبا 12 غرام، هكذا 12 غرام تقريبا، هذه 12 غرام تقريبا. هي ليست مطحونة فقط، ليس إلا يعني هكذا، مع وجود بعض الرطوبة، بعض الكمية من الماء تقريبا 12 غرام. إذن عندي 12 غرام ايرون سوربيتول سيتريت. لما اجمع انا كل هذا النسب هذه كما حسبت انا من قبل 29.15 غرام. اذا 29.15 ايرون سوربيتول سيتريت كانت تحتوي على 5 غرامات حديد، اذا 5000 ملي غرام. اذا 12 غرام قاعدة ثلاثية، 12 غرام ايرون سوربيتول سيتريت تحتوي على 2 غرام حديد، اذا تقريبا 2000 ملي غرام. 2000 ملي غرام حديد كعنصر لوحده تقسيم 40 ملي لتر من الماء المقطر، سوف اجعل الحجم 40 ملي لتر، اذا سيكون لدي التركيز 50 ملي غرام في الملي لتر، اذا ويساوي التركيز 5% مثل الذي يباع عند الشركات 5%. اذا 50 ملي غرام في المليلتر، 50 ملي غرام حديد لوحده، اذا 2000 ملي غرام على 40 مليلتر. اذا سوف اجعل هذا 12 ايرون سوربيتول سيتريت تنحل في 40 مليلتر من الماء المقطر هكذا في هذا الوعاء. اذا هذه أدخلت 12 غرام أيرون سوربيتول سيتريت على 40 مليلتر من الماء المقطر. إذا استطاعت هذه الكمية أن تنحل كلها، إذا لا توجد مشكلة، إذا لم تنحل إذن سأخفض التركيز بأني أرفع الفوليوم الحجم. عملية الانحلال تأخذ وقت، إذن 12 غرام، لاحظ معي 12 غرام ايرون سوربيتول سيتريت انحلت كلها في 40 مليلتر من الماء المقطر. الآن أصبح لدينا محلول أساسه الأيرون سوربيتول سيتريت، سميناه هذا المنتوج سميناه سوربيفير، يحتوي على 50 ملغرام حديد كعنصر في المليلتر. إذن نبدأ التجربة السريرية. أول شيء عن طريق الفم 100 ملغرام يعني 2 مليلتر، لاحظ 50 ملي غرام في المليلتر، إذا 100 ملي غرام 2 مليلتر لنعطيها لنعجة. ثم نجرب عن طريق الحقن العضلي 100 ملي غرام، إذا 2 مليلتر لنعجة. إذا سوف نجرب عن طريق الفم وننتظر 24 ساعة، ثم إن لم يحدث أي شيء سيء نجرب الانتراموسكولار هكذا. الأيرون سوربيتول سيتريت أساسا يعطى عن طريق العضل هكذا، فقط عن طريق العضل، ولكن سوف نجرب عن طريق الفم عن طريق الحقن العضلي هكذا. إذا سوف أخذ 2 سي سي منها. الآن عملية ستابيليزيشن، تثبيت هذا الأيرون سوربيتول سيتريت عن طريق السوربيتول، وهي بنسبة 8%. إذن كل 100 غرام أيرون سوربيتول سيتريت أضيف لها 80 غرام سوربيتول. إذن 12 غرام أيرون سوربيتول سيتريت، هنا يوجد 12 غرام، إذن يجب أن أضيف 9.6 غرام سوربيتول. 9.6 غرام سوربيتول، إذن هذا هو السوربيتول 60%. إذن كل 100 مليلتر تقابلها 60 غرام،
و9.6 غرام تحت 60 غرام تقابلها إكس، إكس يساوي 9.6 ضرب 100 تقسيم 60، إذا عندي 16 مليلتر. سوف أخذ 16 مليلتر من هذا السوربيطول 60% وأضيفها لهذا المحلول تاع الأيرون سوربيطول سيتريت كمادة حافظة ستابيليزاتور. إذا هذا النعجة سوف نجرب عليها 2 مليلتر تحتوي على 100 ملغرام ايرون سوربيتول سيتريت عن طريق الفم. اذا هذه هي النعجة التي اعطيناها 100 ملغرام ايرون سوربيتول سيتريت، 100 ملغرام حديد على شكل ايرون سوربيتول سيتريت. اذا هي تاكل عادي لحد الان بعد نصف ساعة من التجريع. إذا هذه هي النعجة بعد ما أعطيناها 100 ملغرام حديد على شكل أيرون سوربيتول سيتريت هي تأكل عادي. الآن تجربة الحقن العضلي، 100 ملغرام حديد كعنصر على شكل أيرون سوربيتول سيتريت في العضل 2 مليلتر. الآن نراقبها مدة 24 ساعة سريريا. إذا هذه هي النعجة بعد تقريبا بعد نصف ساعة من الحقن العضلي، 100 ملغرام حديد كعنصر على شكل أيرون سوربيتول سيتريت سوربيفير في العضل، هي الآن لحد الآن تأكل عادي، لا يوجد أي رد فعل سريري، رد فعل تحسسي، أعراض الحساسية، أعراض التسمم، أعراض الانتفاخ في مكان الحقن، آلام في مكان الحقن، آلام في العضلة، في عضلة الرقبة، عادي لحد الآن عادي. نراقبها 24 ساعة سريريا. الآن بعد ساعتين بعد الحقن هي عادية لحد الآن، لا يوجد أي رد فعل تحسسي أو أي علامات تسمم، هي عادية. بعد ساعتين من الحقن إذا هذا النعجة بعد مرور أكثر من 12 ساعة تقريبا 15 ساعة على الحقن العضلي، إذن هي تأكل عادي لحد الآن، لا يوجد أي رد فعل سلبي، لا وفاة، لا توقف الشهية، لا آلام في الرقبة، مكان الحقن، لا انتفاخ، لا خراج، لا حساسية، لا علامة أو علامة تسمم. إذن المنتج الذي صنعناه سوربيفير هو آمن سريريا لحد الآن.